programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak üzere saygıdeğer hocamız Ali Çalar hocamızı buraya davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ترجعي إلى رب
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.